بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، كلنا نتمنى أن يكون مصيرنا هو الجنة إن شاء الله. الحقيقة كنت أبحث عن عبارة خالدين فيها أبدا الخاصة بأهل الجنة، الآن وجدت مفاجأة فأحببت أن أشارككم هذه اللطيفة من لطائف القرآن، وهي معجزة، أعتبرها معجزة، لأن القرآن ليس فيه كلام فارغ، ليس فيه كلام عبث، ليس فيه مصادفات، بل كل من عند الله وكله كتاب محكم وكله إعجاز. لذلك أحبتي في الله، كل جملة من جمل القرآن سماها آية. لماذا سميت آية؟ الآية في اللغة العربية هي المعجزة، البرهان، يعني الإثبات المادي الملموس، إثبات أو برهان. فالآيات هي البراهين، وبالتالي كل آية هي برهان على أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. الحقيقة هناك آيات تتحدث عن جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هناك آيات ليس فيها كلمة أبدا، فيها خالدين فيها فقط، كثيرة بحدود 39 آية، ولكن خالدين فيها أبدا الخاصة بأهل الجنة. هل تعلمون كم آية؟ دعوني أعد معكم هذه الآيات وأكرر الآيات التي تحدثت عن الخلود في الجنة، يعني خالدين فيها أبدا. أبدا هنا للتأكيد، يعني أبد الآبدين، إلى الأبد، يعني لا نهاية، ما لا نهاية. الآية الأولى أيها الأحبة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. عدوا معي، رقم واحد. رقم اثنان، والذين آمنوا أيضا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حق ومن أصدق من الله قيلا. إذن اثنين. ثلاثة، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. إذن هذه آية الخلود الأبدي في الجنة مع الرضا، سبحان الله. رقم أربعة، خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. رقم خمسة أيها الأحبة، آية الصحابة الكرام والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. انظروا أحبتي، الإسلام دين اعتدال. أنا كلما مررت بهذه الآية فعلا آية تثبت أن هذا الكلام هو كلام الله، والله أيها الأحبة، لأن القرآن يريد لنا الخير، لا يحب لنا الحزن ولا الانتقام. يعني كلمة تحزن في القرآن دائما يأتي قبلها لا، لا تحزن، لا تحزني، لا تحزنوا، دائما بالنهي، نهي أو نفي. فلذلك الإسلام ليس فيه حزن، ليس فيه ثأر، ليس فيه انتقام، ليس فيه يعني غل، حتى إن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول عن المؤمنين الإخوة في الجنة، ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. طيب أحبتي في الله، إذا كان الله في الجنة ينزع الغل والحقد وحب الانتقام من قلوب المؤمنين في الجنة، هل نحقن نحن هذا الغل في الدنيا ضد عباد الله؟ بغض النظر، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لذلك الله تعالى ذكر لنا السابقين الأولين من المهاجرين، الأنصار، الصحابة الكرام، آل البيت، كلهم واحد أيها الأحبة،
لا يوجد تمييز، لا يوجد تفريق، هذا منهج القرآن. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، إن شاء الله نحن اتبعناهم، والذين اتبعوهم بإحسان. يعني أنت أيها المؤمن الآن، أنت يخاطبك الله، اتركوني من التفاسير المتطرفة أيها الأحبة، ومن الروايات المزورة وغير المنطقية والتي تتناقض مع هذه الآية الكريمة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من الذي هاجر من مكة إلى المدينة؟ فكروا بعقولكم. على رأسهم أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم، هؤلاء الأربعة على رأس من هاجر، وهؤلاء هم السابقون. ولو جئنا للأنصار، الكثير من الصحابة الكرام نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولولاهم أو لولا أن الله سخرهم لهذا الأمر لم ينتشر الإسلام أصلا. والذين اتبعوهم، نحن إن شاء الله، إن شاء الله نكون منهم. والذين اتبعوهم، لم يقل اتبعوا مثلا شخص وتركوا شخص، أو اتبعوا ثلاثة أربعة وتركوا مئة، لا، والذين اتبعوهم تعميم. لا تجعل أخي الحبيب، لا تجعل روايات تاريخية تلعب بدماغك وتبني مصيرك على رواية، تبني حبك لشخص أو كرهك لمؤمن أو تبني غلا في قلبك على رواية. ابني معتقدك على القرآن، القرآن العظيم. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، هذا رضا من الله عن كل إنسان. انظروا أيها الأحبة، دققوا، كل إنسان يتبع بإحسان المهاجرين والأنصار وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، من وقت نزول هذه الآية إلى يوم القيامة، فهو تشمله هذه الآية رضي الله عنهم. إذا أردت أن يرضى الله عنك فاتبع هؤلاء الكرام، ولا تفرق بين أحد منهم ولا تحقد على أحد، اترك الحساب بيد الله سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن هذه الآية رقم 5. الآن أيها الأحبة، الآية السادسة، الآية رقم 6 أيضا، ويدخله جنات، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. نحن نتناول هنا فقط العبارات التي ورد فيها أو الآيات التي ورد فيها قوله تعالى خالدين فيها أبدا بالتأكيد، ذلك الفوز العظيم. هذه الآية رقم 6. الآية رقم 7 أيها الأحبة، الله تعالى يقول، طبعا آية طويلة، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أيضا نفس العبارة، قد أحسن الله له رزقا. الآية الثامنة التي ورد فيها ذكر الجنة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هذه الآية الأخيرة. إذن الآيات التي تحدثت عن الجنات أو الجنة التي تجري من تحتها الأنهار، والتي تعهد الله فيها لعباده أنهم سيكونون خالدين فيها أبدا، عددها 8 آيات بعدد أبواب الجنة. سبحان الله، والله أيها الأحبة، يعني من يستطيع أن يقول هذه مصادفة؟ على كل حال، برنامج إحصاء القرآن موجود، من أحب أن يتأكد من هذه النتيجة. عدد أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجنة 8 أبواب. وهذه الآيات تثبت أيها الأحبة أن السنة النبوية صحيحة، ويجب أن نأخذ بها، على عكس ما يقوله بعض من يدعي أنه يريد أن يأخذ بالقرآن من دون السنة، وسيخسر كلا يعني الوحيين، سيخسر القرآن وسيخسر السنة.
لذلك الإعجاز هنا يتجلى أن الله سبحانه وتعالى وضع في القرآن الكريم 8 آيات تحدث عن أهل الجنة بعبارة خالدين فيها أبدا بعدد أبواب الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للجنة 8 أبواب، منها باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. سبحان الله. إذن أيها الأحبة، هذه الآيات تشهد على أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. وآخر شيء يمكن أن نختم به، أن ندعو أن نكون جميعا إن شاء الله من أصحاب الجنة خالدين فيها أبدا. وانظروا معي أيها الأحبة، الآية الأخيرة جميلة جدا، آخر آية ورد فيها خالدين فيها أبدا بالنسبة لأصحاب الجنة، قال تعالى خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ختمها بالرضا. ما أجمل أن يرضى الله عنا ونرضى عن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العلم ويجعل فيه الخير والنفع والرضا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.